لو حضرتك اي معلومات عن الدراسات العليا بره وهل هتفيدني في الشغل بعد كده وافضل الاماكن وكده. يعني في موقع اسمه منح، واحد صاحب اللي عامله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، هتلاقي في الدراسات العليا وهتفيدك في الشغل. بص يا سيد الفاضل، هو الشغل اكيد طبعا اي شهاده بتفيد فيه، بس هي الفكره كلها لو انت بتحضر دكتوراه عشان تشتغل في نفس شركه المولات هتبقى يعني مش، انما لو انت بتحضر دكتوراه عشان تشتغل دكتور في جامعه يبقى الكلام افضل. تمام، بس طبعا كل شركه بتفضل الناس في بتاعها تكتب دكتور، حتى لو دكتور فعلا ده ما بيعملش شغل حقيقي او ممكن واحد تاني يعمله، بس هي بتبقى كويس جدا لما يحضر الاجتماعات لما الحاجات دي كلها. في ناس كتير حديث التخرج 2016 وعايز تسافر، هل في امكانيه ولا لا، وازاي وهنقدر كخريجين جدد نجاري سوق العمل في قطر ولا محتاجين وقت هنا؟ او ممكن تسافر اي شركه بتعين ناس خبره قديمه وبتعين ناس خريجين جداد. تمام، يعني مفيش حاجه اسمها انا بعين كله جداد او بعين كله دام، لا بعين ناس واحد خبره مثلا 10 سنين. يعني انا دلوقتي مثلا شغال في الشركه ورئيس القسم مثلا سافر، فانا محتاج واحد يكون خبره 10 سنين، بدور على واحد خبره 10 سنين بحيث يبقى عنده الخبره ويقدر يقود الناس والحاجات دي كلها. طب هو لسه موجود بس الناس الصغيره هي اللي سافرت او خرج او سابت الشركه وراحت مكان تاني، فانا محتاج ناس حديثين تخرج يبداوا يتعلموا من راجل الخبره دوت، فالاثنين بيتعينوا والاثنين لهم امكانيه. بالعكس انا بقعد مع ناس كبار في السن بيقول لي انا صعب ان انا الاقي شغلانه. تمام، لان هو خبره كبيره جدا فمرتبه كبير، فصعب ان هو يتنقل من شركه لشركه. حديث التخرج من غير ما افكر ده هياخد كام، هياخد له 3 4000 مع يلا مش مشكله، انما واحد تاني كبير في السن او كده هياخد مبلغ لا ده لازم يعني نعمل له انترفيو 10 ساعات 100 ساعه حاجه زي كده يعني. فالاثنين موجودين، الرزاق بيد ربنا، وادعي وربنا يسر خير ان شاء الله، واقعد ابعت في السفهات وحاول تتواصل مع الشركات وربنا يسر في الخير ان شاء الله. بالنسبه لشركات الاستيراد والتصدير في قطر ازاي ممكن توصل عنها؟ من خلال جوجل، بتعمل سيرش ولو تعرف حد في قطر او في الامارات او في الدول ديت يكون ليه علاقات بالاستيراد والتصدير، يعني واحد زي حياتي مثلا ماليش في الحاجات دي خالص. عاوزين نسافر نعمل ايه ونسبه نجاح الفيزا الحره للمهندس المدني؟ تواصل مع اصحابك بره، حاول تبعت السي في. الفيزا الحره في الوقت الحالي خطر. انا عايز اسافر اعمل ايه؟ بالاضافه لكل الكلام اللي فات خلي الحاجه تدعي لك وربنا يسر خير ان شاء الله، واتمنى ان بلادنا يعني تبقى افضل بلاد وما نضطرش ان احنا نسافر. يعني 7000 سنه اللي فاتوا ما كانش حد بيسافر بره مصر الا كم واحد سافروا المكسيك يبني لهم الاهرامات هناك، والصين يبني لهم الاهرامات. تحس ان هم الاهرامات اللي في المكسيك والصين قريبين قوي من اهرامات مصر. لا فعليا ما فيش حد كان بيسافر غير يعني عشان يشتغل الدول التانية محتاجة، مثلا يشتغل مدرس يشتغل دكتور ففي طلب عليه وبيسافر باحترام حاجة زي كده. ما كانتش مصر طاردة للعمالة غير من الكام سنة اللي فاتوا دول. تمام، بعد قيام ثورة 23 يوليو يعني ده معلومات مش موقف سياسية، بس دي معلومات. هل التقديم على موقع الشركات لازم؟ طبعا قدم، ولا لازم اكون في البلد اللي بيقدم فيها؟ لا قدم من عندك بدل ما تيجي تاخد الريسك، الايجار غالي والعيشة غالية، فالمجازفة بالسفر السياحة وفيزا حرة في الفترة الحالية صعب، في الفترة الحالية صعب. اتمنى يعني اي حد بيجي بنوقف معاه ونوديه الشركات ومعرفة على الشركات وكل حاجة، بس الفترة الحالية بيسافر بيجي وبيبقى في مشكلة الفيزا. يعني اتمنى الموضوع يتحل لما تسمع الفيديو، بس هو في الفترة الحالية 11 سبتمبر 2017 الفيز واقفة مؤقتا. تمام، معمول لها هولد بسيط، ودي حاجة بتحصل كل سنة او كل فترة بيتعمل لها هولد مثلا 10 ايام حاجة زي كده. تمام، واتمنى الامور تتحسن يعني وترجع علاقات افضل بالحاجات دي. السؤال ده مهم والله، كنا عايزين اجابة عشان نحق نهرب. ما دي للأسف يعني هي الظروف اللي موجودة في البلد يعني بتخلي الواحد يهرب، واتمنى انها تتحسن في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وليبيا ونرجع بلاد افضل ان شاء الله. مهندس ميكانيكا جاي جدا تراكمي وامتياز مشروع الشفاك، معتمد ريفت من نوتوديسك، خارج 2016، بشتغل كاد تصميم الشفاك وحاليا بذاكر اللي فيه، هل ده كافي نسافر بره وعلى راتب كويس؟ كافي.
ايه اللي ناقصك. هو بس الناس بتهتم بموضوع الانجليزي لان انت شغال في الشغل بتتعامل مع ثقافات اجنبيه، ففي ناس كتير ما بتعرفش عربي، بس كلهم يعني باستثناء بسيط جدا يعني كل الجانب اللي اتعاملت معاهم ما بتنططش عليك ومجرد بس يفهم. يعني لو انت قلت له اي كلام مش متركب اصلا لغويا ولا جرامر بيعديها، هو بس عايز يوصل يفهم انت عايز ايه، حتى لو الجرامر غلط حتى لو الكلمات غلط ما تقعدش تفكر كتير. يعني لو انت بتتكلم اتكلم، حاول توصل له المعلومه خلاص. انا تقريبا اتنين بس اللي قابلتهم كده وكانوا بيحاولوا يتنططوا، بس الحمد لله عرفت ثبتهم وكانوا احتاجوني وبقينا نتعامل مع بعض كويس. كان هو يحاول يعني بدل ما يقول لك جود مورنينج يقول لك كلمه تانية بالانجليزي، بس يعني كلمه مش مشهوره بحيث يخليك تقف تبل، المهم تقول لي جود مورنينج، بس هو الفكره عايز منظر عليك عشان يقول لك انا اجنبي اصلي مش اجنبي تقليد. فيعني كان عندهم عقده نقص. يعني حضرتك لو عايز تسافر اي بلد عربي ممكن تساعدني. الفكره كلها انا مش فاتح مكتب توظيف للاسف، واتمنى ان انا اساعد حضرتك واساعد كل الناس، بس بقول لك انت تقدر تساعد انت نفسك ان انت تعمل سيرش كل يوم على الشركات وتقدر تتواصل معاها وتثبت نفسك وتعمل انترفيوهات كتير جدا. الانترفيو كل انترفيو هتكتشف ايه اخطائك وتطور نفسك. اي مهندسين ميكانيكا مطلوبين اكتر في قطر اللي هي حاجات خاصه بالتكييف والصحي والحريق، لان اغلب الحاجات خاصه بالبناء والحاجات دي. معدل رواتب المهندس ميكانيكا كويسه جدا وتقدر توفر قسم منها المستقبل حسب عدد سنوات الخبره وحسب الاكسبيرينس بتاعتك والحاجات بتاعتك. تقدر توفر تقدر توفر منها ان شاء الله تمام. ويعني هل المهندسين العراقيين مرغوبين في سوق قطر؟ طبعا ما فيش اي مشكله خالص، على راسنا وفوق. ده خبره في الهندسه المدنيه، ده واحد صاحبي 12 سنه وكملت ماجستير في ماليزيا في تقنيه نمذجه معلومات البناء، وحاليا طالب دكتوراه ايضا في ماليزيا ما شاء الله، لكن في استخدام النانو في صناعه الخرسانه ما شاء الله. هل ممكن اجد فرصه تعيين في قطر؟ طبعا طبعا طبعا، يعني تنورنا واتمنى ان انت تلاقي فرصه في جامعه قطر، لان هنا في تقييم العلم، فلو اشتغلت في جامعه قطر او في اي جامعه في قطر، في جامعات كتيره هتبقى افضل بكتير تمام. الجو درجه الحراره، بص انا هفاجئك يا دكتور ان الجو فعلا في قطر جميل جدا، وانا بمستريح لو بمشي يعني عادي يعني بدون عربيه خالص، ما عدا في 3 4 شهور تمام، يعني نص 6 و7 و8 ونقدر نقول مثلا نص 9 او 9 كله مثلا بيبقى الجو صعب تمام. انا جيت في تقريبا 20 7 2013 تمام. بعد القلق اللي حصل كنت انا شغال في شركه جنب في مدينه نصر يعني، فكان في وشركه هتقفل بسبب المشاكل، فروحنا سافرت يعني الحمد لله. فاول ما جيت بخرج من المطار المكيف فوجئت بدرجه حراره رهيبه، الشبوره على النضاره، فيعني انا صدمت، انا مش شايف حاجه خالص، شبوره رهيبه على النضاره، ف ايه ده انا عايش ازاي؟ طب ارجع طيب الحق الطياره اقول لهم انا جاي زي ما جيت هرجع معاكم ولا ايه؟ مش فاهم انا. وحراره شديده جدا، كنت جاي كان تقريبا نزلت على العصر يعني، وكنت صايم في رمضان، فكان الموضوع صعب جدا. فالحمد لله قلت بقى خلاص بقى انا جيت وربنا يصبرني على الغربه وبعد كده بعد شهر كده لقيت الجو بدا يبقى لطيف وجميل جدا، وبقينا نتمشى على الكورنيش في البريك، يعني موضوع ظريف جدا وجو حلو جدا. بس فعلا الفتره بتاعت الصيف صيف، الشتاء ما فيش شتاء، يعني نادرا جدا لما الواحد بيلبس حاجه بكم. يعني بقدر انهي سنه تخرج غير خارج البلاد علما بان طالبه هندسه معماريه؟ حسب الكليه، انا اعتقد في بعض الكليات ممكن يقول لك تعلم تحني، يعني ممكن تكون في بعض الحاجة مش مستلزمة حضور او حاجة كده وتقدر تتكلم مع الدكاترة، دي حاجة ترجع لكلية نفسها اللي انت بتدرس فيها. في فرص عمل للمعماريين حديث التخرج في قطر في كل دول العالم تمام، وجرب تسافر ماليزيا وجرب تسافر النرويج وجرب تسافر اي دولة وربنا يكرمك ان شاء الله.
عاوز اطلع من السعوديه على قدر شغل اوتوكاد ورسم زخرفه الحديد واصاب ليزر. ربنا يصل خير يا ريت، ويا ريت السعوديه ترجع افضل من الاول، لان يعني من البلاد الكويسه ونتمنى لها كل خير. حركه من السعوديه لقطر ازاي؟ قطر صغيره، قطر ما تستعملش الناس حبايبنا اللي موجودين في السعوديه. يعني نتمنى الدوله في السعوديه يعني مشاريع تتحسن وترجع تشتغل تاني. تصريح العمل بيتعمل منين؟ لو احنا بنتكلم على مصر، مكتب العمل في الدراسه، ثاني مبنى بعد مسجد الشرطه في وش المرور، حسب مكان الاقامه. وانا ما رحتش ولا مره المكان دي، انا بروح في المطار بتطلعها، وكتير جدا ما بيسالكش عليها في المطار، يعني مش كل مره بيسالها.